فإن من الناس من يزكو بنفسه حتى تكون عاداته قربات عند الله عز وجل يثاب عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها، قال هي له صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه الفقيه الصحابي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقسم بالله أنه يحبه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بمسافة. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قيل له: كيف تقرأ القرآن؟ أي كيف تقرأ القرآن في الليل؟ فقال: أقرأ وأنام ثم أقوم، فأتقوى بنومتي على قومتي، وأحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي. معاذ رضي الله عنه كان يحتسب النوم ليتقوى به على القيام، وهذا من فضائل عباد الله، فتنقلب العادة إلى قربة يؤجر عليها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى.